انا شخصيا باخدها معي كل يوم على الشغل، ما بدخن غيرها. بعمل ريفيوز لكتير برودكت باخدهم معي، بس الشي الثابت اللي ما بقدر اني اتركه بالبيت او اظهر لحيالله محل من دون ما اخده هو الاسبود، او حتى اللي قبله اللي كانت الجوجو. الفرق بيناتهم كان انه الجوجو اذا فضيت بدي اترشى بيجا باور بانك، بينما هون الحلو فيها انه بتاخده الباكج هيك كله مثل ما هو عم بشرش. اوكي، سو اليوم رح نحكي عن الاسبوت كيت من شركة سيكاري. خلينا نشوف شو بيجي على العلبة. اول شي عنا هيدي بتحكوها، بتتأكدوا من الويب سايت اذا هذا البرودكت اوثنتيك. اسبوت كيت، عنا تحذير النيكوتين بالانجليزي بالعربي هون، بالانجليزي من تحت، واللوجو هذا تحذير النيكوتين. بالعلبة من هون عنا شو بيجي بالجهاز، عنا البود مع 2 كارترج، علبة شحن، كابل للشحن، كتيب من المعلومات او الارشادات، وشهادة الكفالة مع الورنينجز. طبعا هلا بس اطلع فوق احكيكم اكتر ليش منلاقي جاوي. يعني هذا البرودكت بتلاقوا بعلب مكتوب عليها بالعربي، ما في عليها جاوي، بس يصير في عنا جاوي عم ينكتب عربي. هلا حاشرح اكتر عنا حسب ما فهمت من شركة سيكاري. خلينا نشوف شو في بقلب العلبة. اول شيء رح يطلع لنا شهادة او ختم الجودة انه هذا الجهاز تم التأكد انه شغال قبل ما ينشحن او قبل ما حتى ينحط بعلبة. حيكون عنا هيدي بتدلنا كيف نعبي البود، هلا حاشرح لكم اكتر عنها كمان. وهيدا كتيب المعلومات اللي طبعا جاي بالعربي لانه البرودكت جاي عن طريق شركة جاوي. اوكي، بشرح لكم كل التفاصيل على الميلتين. هلا خلينا نحكي اكتر على البود نفسها. شو بيجي عنا؟ بيجي عنا اول شي حيكون في عنا 2 كارترج، المود نفسها مع كفر بينحط فوق البود الكارترج هيدا. وهذا الشي المهم اللي هو الباور بانك. هلا اذا بتلاحظوا تقريبا في شبه كبير للايكوس. اذا ما بتعرفوا شو يعني ايكوس، يعني شيء كتير منيح ان شاء الله ما بتعرفوه ابدا. خلينا نحكي اكتر كيف تتعبى. اوكي، اول شيء هذا هو الكارترج. خليني اقول لكم كيف او شو قصته هذا الكارترج. اول شيء بنعمله بنشيل، حسميها انا هاي التوب كاب. اذا بتلاحظوا معي لجوا شوي بتلاقوا في عنا 3 فتحات، عندكم فتحه من هالميله والفتحه اللي بالنص، وعنا بعد فتحة من هاي الميلة. يعني عنا 3 هلا بينه، 1 2 3. الفتحة النصانية هي الاير فلو. اذا بتلاحظوا منيح تطلعوا فيها منيح، هذا اللي جوا هو الكويل. اوكي، اذا بدنا نعبي البود هيدي لازم نعبيها يا بها الفتحة يا ما بها الفتحة، بس من دون ما نحط بالنص. اوكي، خليني ادلكم كيف. مثلا بتجيبوا قنينة مثل هاي وتفضوا الجوز تبعكم فيها، واللي بتعملوه بتفوتوها بهالشكل وبتضغطوا، هيك بيتعبى هذا البوت. هلا من بعد ما تعبوا هيدول حتقولوا لي لشو اللي المفروض ينعمل من بعد ما نعبي. او اذا حيبين عليكم الكويل من هون انا شفته، من بعد ما نعبي كل اللي علينا نعمله نسحب هيدي هيك لحتى تسكر هاي الفتحة، لحتى ما يصير في عنا ليكج. لاحظوا شو حيصير معي، تسكرت على الميلتين. سو هلا انا جاهز اني اعبي جوس بهذا البود. هلا من بعد ما نعبي جوس كل اللي علينا نعمله، هلا فيكم تشيلون لهو تقطشون، يعني كل اللي علينا نعمله انه نحط هذا البود بهالشكل، نرجع بناخد الغطا بنسكرها، وهيك صار عنا البود جاهزة لنستعملها. هلا الشيء الحلو مشان ما تضطر كل شوي تشرجها وتفتش على يو اس بي، كل اللي بتعمله في حال فضيت حتى فيك تحفظها فيها. يعني اللي عملناه بهالشكل بنسكر بلشت تشرج. هيدي البود او هيدي الباور بانك هي 2200 امي اتش،
بتضاين كتير منيح، بتستعملها على ممكن كل 6 أيام أو 7 أيام لتشرجها. أما بطارية البود نفسها فهي 200 mAh. هتقلي 200 mAh كتير قليل، حقلك ما حتفرق معك، لأنه أنت كل ما تخلص لما بدك تضبها لهاي بتحطها جوا وبتسكر، فحيكون عندك 200 mAh جداد عم يرجعوا يتشرجوا. سو هذا كان كل شي بالنسبة للأسبود من شركة سيكاري. خلينا ناخدها لفوق وأعطيكم أفكار أكتر من وين فيكن تجيبوها. رجعنا مع أسبود من شركة سيكاري مع الباور بانك المميزة تبعيتهم. خلينا نحكي شوي أكتر عن الجهاز. أول شي بدي أفرجيكم شوية فيبر برودكشن. أخني ممتازة، أهم شيء بهذا الجهاز اللي أنا عم بخليني أستعمله كل يوم، ما في أقضي نهاري من دونه. أنا زلمة كنت أدخن، كنت أستعمل أول ما حب بلشت أترك الدخان، صرت أستعمل RDA RDAs RDA بالأول، بعدين نقلت على RDA، جبت ال شو كان اسمها الأوراين، حطلكم اللينك تبعها فوق، عملت لها ريفيو اللي كانت شوي سحب، يعني فيك تستعملها ماوث لانج بس سحبتها تعتبر لوث، يعني واسعة، يعني مش مثل سحبة السيجارة، وأنا بدي شيء مثل السيجارة. سو تعرفت على شيء اسمه جوجو بود اللي هو الفيرجن القديمة تبعت هيدي الاس بود. الفكرة فيها كانت انه ما بتجي مع باور بانك، بتجي مثل الشارج تبع الجول، بتحطها بالشارج وهي من هون ماجنتيك. اوكي، هيدي كانت، هلا حكون اسمها جوجو شو علاقتها بشركة جاوي الكويتية. سو هيدا كان الشيء اللي انا بستعمله قبل. بعدين لما شفت الاسبوت اللي هني مصنع من قبل شركة سيكاري اللي هني نفس الشركة، نقلت على الاسبوت من سيكاري. فكرتها كتير هينة، بتخلص بتحطها بتبلش تشرج. اوكي، لما نقلت عليها او ليش انا عم بستعملها، ليه انا عم بستعمل هاي، الحلو فيها بكل بساطة انه سحبتها تقريبا 100% مثل سحبة السيجارة، سحبة كتير ضيقة. عم بستعمل عليها سولتنيك، الجوس اللي عم بستعمله بتعرفوا انتم انا التشانل تبعتي سبونسرد باي ليدي دينرز، واللي عم بستعمله هو هيدا اللاين اب اللي هو اجدد لاين اب من السولتنيك تبع ليدي دينر. اوريدي عامل له بوست على الانستغرام تبعي، فيكم تفوتوا على الانستغرام وتشوفوا كل طعمه وشوفي بقلبها. ما في واحد محدد عم بيستعمل الكل، اكثر واحد حبيته الليمون اللي هو مثل الليمون توت، لانه بستعمله بالجوس العادي، والطعمات الباقيين كمان كلها 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 مميزه. اذا بدي اعمل كومباريزن صغيره بينها وبين بوت تاني انا عملت لها ريفيو قبل فتره، اللي هي الديزاير ديزاين من شركه المور برو من شركه ديزاير ديزاين. إذا بدي أحطهم على نفس الإصبع أرنهم بالطول، يعني المور برو أطول بشوي، بس أهم شيء اللي هو السماكة تبعيتها. المور برو تقريبا مثل البطارية الـ 18650 وهيدي كتير ألفا. أوكي، وما فيها كبسة. يعني ليش أنا إذا بدي أنصح حدا إنه ينقل من الدخان للفيب، أكيد ما رح أنصحه يستعمل RDA أو RDAC. يعني اذا انت بتدخن وبدك توقف دخان، نصيحتي انا ما تروح على شيء مثل RDA او RTA حتى لو كانوا ماوث لونج، لانه هيدا اقل شيء ممكن يكون فتحة هواء وطعمتها، او عفوا سحبتها مثل سحبة السيجارة 100%. خليني ارجع افرجيكم. ما فيها زر مثل المور برو، لحط لكم لينك تبع المور برو فوق فيكم تشوفوها. ما فيها زر لاكتيفيشن، يعني لازم تكبس لحتى تسحب. هيدي مجرد ما تسحب تعمل اكتيفيشن، تشتغل السيجارة دغري وتعطيك الدخن وتعطيك الطعم. كمشتها مثل كمشة السيجارة، حجمها تقريبا بحجم السيجارة، عم نحكي على حجم الباكج كله 11 سنتي بوزن 89 جرام، عم نحكي على حجم 9 سنتي ونص بوزن 19 جرام. 19 جرام يعني تقريبا وزن 3 سيجارات مع بعضهم، ما عارف، بس وزن كتير خفيف، ما بتحس فيها لا بجيبتك ولا بتحس فيها حتى مع بعض، ما فيهم هالوزن الكبير. اوكي، سو نصيحة لكل واحد بحب يدخن ماوث لونج مثل السيجارة، يعني
جربوا الأسبوع هذا، لأنه نفس إحساس السيجارة، بس إنك عم بتدخن فيب، جوز، سولتنيك أو جوز عادي. فيك تستعمل جوز عادي، فيك تستعمل أب تو 6 أو 12 حتى ملغرام جو، بس ما بتاخد نفس نتيجة السولتنيك تو بي أونست. إذا حابب إنك توقف تدخن كليا، بتنقل ل 30 ملغرام سولتنيك، بترجع بتنزل ل 16، عفوا ل 12 ملغرام أو 18 ملغرام سولتنيك او جوس عادي، ومع الوقت بتنزل لثلاثة، وممكن ساعتها انك توقف نيكوتين كليا، تصير بس عم تدخن الجوس. خلينا نحكي شوي عن الكومباريزن مع الايكوس. في كثير ناس شبهوها او قالوا انه اللي صاير هون هو تقليل للايكوس. ايه هو تقليل للايكوس محلك، لا، بس الفكرة انه انت ما عندك اي نوع من التوباكو، سواء محروق مثل السيجارة او مسخن مثل الايكوس، انت عم تشرب فيب. شركة جاوي مثل ما شفتوا على البوكس من هون محطوط جاوي، والبوكس جاي فيها ديسكريبشن بالعربي، والكتيب المعلومات المانيوال جاي بالعربي. شركة جاوي حسب ما فهمت أنا من حدا بشركة سكاري، بيطلبوا منهم ستوك للكويت حتى للخليج، بس بينحط على اسم جاوي، بينحط المانيو أو المانيوال عفوا بالعربي، وبينحط ديسكريبشن على البوكس من عربي. سو كانوا عاملين لهم سبيشال بوكس لهم او باكج لهم. الحلو بشركه جاوي انه حتى عندها بروجرام، انا فتت على الويب سايت شوي ما كثير صراحه، عندهم بروجرام اسمه جي دي ان. بكل بساطه هو سبورت ودعم كبير لكل المحلات بالكويت في حال اشتروا برودكت من شركه جاوي، مش بس اسبوت، هيلا برودكت من شركه جاوي. جاوي بتقدم دعم كثير كبير، ماركتينج وكذا شغله، ل كل الأشخاص اللي فاتحين محل بالكويت. أنا كتير بحب الكويت لأنه أنا عشت 10 سنين من عمري بالكويت وبتمنى أرجع. بطاريتها للباور بانك 2200 mAh، بطارية البود نفسها 200 mAh، يعني بكل بساطة إذا فتيت على الصفر فيك ترجع 11 مرة أنت عم تستعمل هيدي الباور بانك. الحلو فيها بتروح على البحر، بتظهر على البيكنيك، بتسافر، بتعمل اللي بدك إياه، انت منك عطلان هم، فضيت السيجارة بتحطها هي وجارتك بتكون عم بتشرج، منك بحاجة تفتش على باور بانك وعلى وصلة يو اس بي. اوريدي كله مهتمين فيه الجماعة وعطينك هذا الشكل، شكل كتير حلو، المزايا كتير مهمة، الطعمة واو، عم بياخد طعمة واو صراحة. وهذا هو كان كل شيء بالنسبة لأسبود من شركة سيكاري. ما تنسوا انه تشتركوا باليوتيوب، تعملوا تكبسوا على الجرس مشان لما اعمل اي ريفيو يوصلكم نوتيفيكيشن باي ايميل انه صار في ريفيو جديد على الشانل، وبتشكر دعمكم بكل العالم العربي. وبنشوفكم قريبا ان شاء الله مع ريفيو جديد. ما تنسوا ما تدخنوا واستعملوا الفيب.